نشرة إخبارية من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. بداية وتحسبا للدخول المدرسي المقبل وبهدف ضمان دخول مدرسي ناجح وآمن على مستوى المدارس الابتدائية، أسدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تعليمة للولات من أجل ضبط كافة الأمور التنظيمية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الفاعلين. تعليمة وزارة الداخلية حثت على ضرورة استلام كافة الهياكل المدرسية المبرمج استلامها قبل الدخول المدرسي قصد تخفيف الضغط الذي قد تعرفه بعض المناطق، إضافة إلى ضرورة الإسراع في المصادقة على قائمة التلاميذ المعنيين بالمنحة المدرسية كي يتسنى دفعها لمستحقيها قبل موعد الدخول المدرسي. وبغرض توفير المناخ الملائم للتمدرس، دعت وزارة الداخلية إلى الالتزام بتوفير الإطعام والنقل المدرسيين منذ اليوم الأول بوجبات ساخنة وضمان وضع برنامج نقل مدرسي خاص دائم ومنتظم يغطي كل الخطوط بالنسبة للمناطق النائية والمعزولة والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية. هذا وتدعم قطاع التربية بولاية تيارت بهياكل ومنشآت جديدة من شأنها تحسين ظروف تمدرس التلاميذ وتخفيف الضغط عن البلدية المجاورة لضمان دخول مدرسي مريح وآمن. أسيا غريب. من هنا فصاعدا لن يكون على أطفال بلدية مغيلة بولاية تيارت التنقل لمسافات طويلة من أجل التعلم بعد أن تعززت المنطقة بهياكل تربوية جديدة. فايت كان ينضع الربع يروحوا وترسبر مكانش فيها غبينة بزاف، أنا اليوم الحمد لله وقعت تسرب كبير بالنسبة للأبناء، الناس صايم نصهم حبسوا، بس انا اليوم الحمد لله راه الحمد لله المؤسسه صافي راه في البلاد وقريبه ليها، مصباح الطفل ينوض 8 قل ربع يكون في المؤسسه الحمد لله يا ربي. اليوم هذه فكت العزله على التلاميذ وفكت العزله على الاولياء وفكت العزله على البلديه في حد ذاتها. متوسطه جديده فكت الازدحام والاكتظاظ على باقي المؤسسات، وهنا ما نلاحظه في هذه المؤسسه يعني هو عمليه الاتقان في البناء، وكذلك ما لاحظناه هو ترشيد النفقات وكذلك استغلال المساحات التي أكيد وأكيد جدا ستكون مساهمة في تحسين نتائج التلاميذ مستقبلا. مؤسسة تربوية أخرى استفادت منها بلديات مجاورة كانت تعاني العزلة والتهميش. تدعم قطاع التربية الوطنية بعدة منشآت مدرسية على مستوى الولاية في أطواره الثلاث بالنسبة للطور الثانوي، نترقب استلام 8 ثانويات منها ثانويتين جديدتين وأربع ثانويات كانت عبارة عن مدارس قديمة بمبادرة محلية قمنا بإعادة ترميمها، ونذكر هي على مستوى بلدية سرقين، مستوى بلدية الرصفة، بلدية مغيلة وبلدية تيدا. بالنسبة للطور المتوسط عندنا 8 متوسطات بالإضافة إلى حوالي 30 مجمع مدرسي. عشرات الهياكل التربوية استفادت منها ولاية تيارت ستمكن التلاميذ من التمدرس في ظروف ملائمة ومريحة. في السياق ذاته افتتحت عبر الوطن معارض للأدوات المدرسية والألبسة بأسعار تنافسية والعينة في النشرة من ولاية وهران مع عمري نهاري. تعرض بقصر المعارض بوهران كافة المستلزمات المدرسية تحضيرا للدخول المدرسي المقبل. الأدوات معروضة تغري الأطفال بأشكالها المتنوعة والجميلة. رانا في لافار يبيعوا بزاف صوالح شابين. الدخلة غريبة. هي شريت كارطة من شريت ميستو. صرنا في المعرض هنايا كل شيء متوفر، كل شيء راه موجود، الأسعار يعني مقبولة. أنا اشتريت الأسعار ساهم، لسافرت على الدراري كراطيب لساكوطو وشريت الحمد لله الوليد، راهي في متناول يعني تنجم نشرو. كل المستلزمات حاضرة في هذا المعرض الذي سيدوم إلى غاية 20 من شهر سبتمبر المقبل. ما كان الغلا والو اللي بري ملاح، بروموسي تاع لا رونتري سكولار هذه، كي الأدوات كي المابل كي القش كي لي بري ريزونابل ملاح. أنا بقول لنصف الحق شفت الأسعار في متناول الجميع، بارك الله فيهم على هذه المبادرة. على حساب الزوار أنا نقولوا بلي السومة زعما في متناول الجميع.
إذن المعرض فرصة لاقتناء المستلزمات في أريحية، فدخول المدرسي موفق لأبنائنا. وري أثر ظهر اليوم بمقبرة العالية جثمان الفقيد العميد رشيد حرات مدير عام لأمن الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهورية. وهذا بحضور كل من السيد أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول، السيد محمد نذير العرباوي مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد عبد الله منجي الأمين العام لرئاسة الجمهورية، أعضاء الحكومة ومستشارين برئاسة الجمهورية، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، الوية وعمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، وكذا أفراد عائلة الفقيد وعدد من أصدقائه وزملائه. هذا وقد ألقى السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس النظرة الأخيرة وتلا فاتحة الكتاب على روح الفقيد بالمستشفى المركزي للجيش محمد الصغير نقاش. حيث جدد أصالة عن نفسه وباسم كافة إطارات وأفراد الجيش الوطني الشعبي أخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد مذكرا بمناقبه خلال مسيرته المهنية متضرعا إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون. في إطار تطوير الرقمنة وترقية مشاريع الذكاء الاصطناعي بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، منشآت قاعدية جديدة سيتدعم بها مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني بابن عكنون بالعاصمة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بيداري أعلن بالمناسبة عن إنشاء شبكة أرضيات للحساب المكثف، كما وقف بالمركز على مدى تقدم أشغال مشروع التكنوبول المعول عليه في إحداث طفرة نوعية في البحث والابتكار وفي مجالات الإعلام الآلي والرقمنة والذكاء الاصطناعي وكل ما يتعلق بالمقاولاتية وحاضنة الأعمال الابتكارية. المحور الأول يتمثل في إعطاء إشارة الانطلاق ابتداء من هذه الساعة لشبكة وطنية للحوسبة المكثفة، بحيث يكون مركز سيريست هو العقدة أو النواة الرئيسية، ويتفرع منه 20 منصة عبر الوطن عبر التراب الوطني. كذلك سندشن إن شاء الله في 1 نوفمبر سندشن هذا المركز الهام الذي هو عبارة عن مركز للبيانات أو المعطيات والبيانات الضخمة. وفي سياق الرقمنة الإدارية وتزامناً والذكرى 50 لإنشاء الديوان الوطني لحقوق المؤلف، تم وضع مسار جديد يتفاعل مع الأعضاء والشركاء من خلال إدماج الرقمنة لتحفيز المبدعين في الانخراط واكتشاف مواهبهم، وذلك عبر منصة رقمية للتسجيل تحفظ حقوق المؤلفين. ليندا مكي تفصل. منصة رقمية تسمح للفنانين والمؤلفين من تسجيل أنفسهم عبر حسابات خاصة تضم كل المعلومات المتعلقة بنوع العروض التي يقدمونها. حصلنا على 250 طالب عبر المنصة، طلبات إلكترونية، بما سيعد مع عدد المخارطين في الديوان الوطني اللي هو 27900 مخارط من يوم افتتاح الديوان. هذا طلب الانخراط عن بعد لتسهيل للمؤلفين والفنانين اللي يقدر دوك
باش ما يتقدمش حتى المصالح تاعنا ولا المكاتب تاعنا يقوم بهذه العملية بالهاتف النقال تاعه أو في المنزل. رقمنة المصالح الإدارية أو غيرها والحفاظ على نشاطات الفنانين قصد التقرب من المواطن، هذا ما تعمل عليه المنصة. فبالتالي هي موجودة سواء عبر كل الولايات وكذا من الجالية الوطنية المتواجدة في الخارج كذلك. هي فرصة لإبراز المواهب من مختلف النشاطات الثقافية والفنية وإنجاح التحول الرقمي في إدارة تسيير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. في الاستثمار الفلاحي مؤهلات فلاحية واستثمارات واعدة يزخر بها القطاع بولاية تمنراست، فرغم صعوبة تضاريس المنطقة ونقص الإمكانات إلا أن فلاحي إنمجل رفعوا التحدي بإسهامهم بمنتوج زراعي وافر خاصة في مجال المحاصيل الاستراتيجية الكبرى وحولوا البساتين إلى جنان من الخضروات والفواكه. محمد برماكي. إنكهام هكذا تبدو بساتينها من بعيد بين هذه الجبال وعبر المنخفضات يرفع فلاحوها التحدي. فهذه النخيل الممشوقة ذات القطوف الدانية تفيد الروايات سابقا أنها لا تصلح بأرض تمنغست، كما الحال تماما بالنسبة لشجرة المانجو هذه، فحباتها المنحنية امتلاء تعكس خصوبة أرضها وجاهزيتها لاحتضان أنواع فلاحية أخرى. من بين الأنواع الموجودة عندنا هنا في المزارع أنواع التمر، نوع أجاز الموجود في نتاع عنصارة، كاين تقربوش، كاين حتى بمخلوف، كاين تناصر، كاين أنواع كثيرة، كاين الضقلة أيضا تصلح وتنتج. أنا عندي صدر نتاع مانجو، فهمت، يصلح المانجو تبارك الله يصلح وينتج، والكرماتان تنتج والعنبة والتشينة كل صدور هنا ينتجوا تبارك الله، كل جزال المثمرة راه يصلحوا هنا وينتجوا. هنا تلمفلة على مرمى حجر من إنكهام بإن مجل يخوض الفلاح صالح تجربة أخرى مع البطيخ الأحمر، فعلى حسب المنتوج يصلح هنا كما ونوعا ومذاقا. كما راك تشوف المنطقة هذه رانا دايرين الدلع والحمد لله أعطاني إنتاج لاباس به، وكل عام نتجون والدلع تاع نمقل معروف، لأنه المشكل اللي رانا نعانوا منه هنا هو بعد الكهرباء. الكهرباء بعيدة علينا ياسر، هي اللي نعانوا منها بقوة. كم كيلومتر جبت الكهرباء؟ حوالي 2 كيلومتر من آخر نقطتين عندنا هنا رانا ساحبين الكهرباء. الأرض راهي تعطي كلش، فهمت؟ البرنامج نتاعنا العام الجاي إن شاء الله نديروا القمح ونديروا الميز ونديروا الشعير. بالصح كاين حاجه تريسيتي، المشكل كان بلايص اللي ما لحقتهمش تريسيتي. المحاصيل الاستراتيجيه هو المخطط القادم لفلاحي إنكهام، منطقه فلاحيه بامتياز يساهم فلاحوها في الاكتفاء الذاتي للمنطقه وربما خارجها في حال توفر الامكانيات اللازمه. في إطار البرنامج الوطني لضبط وتوزيع البقوليات الجافة في الأسواق، استحدثت تعاونيات الحبوب والبقول الجافة نقاط بيع على مستوى ولاية باتنا لضمان الوفرة في المخزون بمختلف أنواعها لتسويقها مباشرة للتجار والمواطنين بأسعار مقننة، إضافة إلى ضمان التوزيع لتجار الجملة والتجزئة. يونس لك حلديب. كميات معتبرة من البقول الجافة مخزنة على مستوى تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية باتنا تضمن الأسعار التنافسية للمواطنين. نشكر هذا التعاونية الحبوب هذه اللي فكت المواطن، يعني من اللي فتحت الأسعار معقولة في متناول الجميع، كاين الحبوب يعني متوفرة بأسعار معقولة، يعني الإنسان يقدر يتماشى معها مع الطبقة المتوسطة. يعني لهنا نقدروا نشريو بصح البرا والبنى غالي كلش، اي كنشريو الحبوب ونشريو الخضرة ما نلحقوش، شهريا ما تلحقلناش. لي برين تاعهم موافقين، الزوال يقدر يشري ويعيش بارابور على برا، يسمى وزايد يسمى ما شاء الله، يسمى انسان اللي ما عندوش، الناس الفئة الهاشة هذه يقدروا يشريوا ويعيشوا. ولضمان الوفرة
تعمل تعاونية على توزيع البقول الجافة والأرز على تجار الجملة والتجزئة ليتم بيعها للمواطن تحت رقابة للأسعار من مصالح التجارة. فتحنا 13 نقطة تاع توزيع على مستوى تراب ولاية باتنا مستهلك مباشرة بأسعار تنافسية، وهذا لحماية القدرة الشرائية تاع المواطنين. كذلك عندنا التجار، عندنا تجار تجزئة وعندنا تجار كما نقول لي ديتايون اي لي غروسيست، هذو ثاني يجيو لهنا عندنا يقدموا ملفات ويديو يهزوا لو برودوي. 13 نقطة بيع تم فتحها بإقليم ولاية باتنا تضمن الوفرة وسرعة وصول المنتوج للمواطن مباشرة. دوليا، انطلقت اليوم بمدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا دورة 15 لقمة البريكس بمشاركة وزير المالية العزيز فايد ممثلا لرئيس الجمهورية. اجتماع هذه المنظمة التي فرضت نفسها كمجموعة اقتصادية موازية للتكتلات العالمية المهيمنة على الاقتصاد العالمي يأتي ليشكل محطة هامة في مسار توسيع المجموعة ويعطي دفعا جديدا للتحول إلى اقتصاد منصف ومتوازن على الصعيد العالمي. في المغرب، جدد مناهضو التطبيع بالمغرب رفضهم المطلق للتطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرين ما يجري من تحضيرات رسمية لاستقبال رئيس حكومة الاحتلال مباركة وتشجيعا لجرائم الاحتلال ومخططاته الإجرامية في فلسطين. وفي بيان لها تحت عنوان في الذكرى 54 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، التطبيع شراكة في الجرائم الصهيونية المتواصلة، دانت مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين بالمغرب والتي تضم العديد من الهيئات والمنظمات والأحزاب بكل عبارات السخط جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وكل أشكال ومظاهر التطبيع المخزني مع الكيان الصهيوني. هذا وحذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من تفاقم الأزمة الاجتماعية وما يترتب عنها من دخول اجتماعي مضطرب ينذر بتصاعد واتساع رقعة الاحتجاجات في ظل ارتفاع أسعار الطاقة. هذا واتهمت الكونفدرالية حكومة المخزن بالتساهل مع لوبيات المحروقات المتسببة في زيادات متتالية في أسعار الطاقة والبنزين في أقل من شهر واحد. في فلسطين المحتلة، استشهد اليوم شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني جنوب جنين، واعتقل 47 آخرون بالضفة الغربية، كما اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بدعم من قوات الاحتلال الصهيوني. هذا فيما حذرت الأمم المتحدة من تدهور حالة الأطفال الفلسطينيين داعية إلى حماية هذه الفئة من العنف بكل أشكاله. وعبر العالم، تتواصل حرائق الغابات في عدة بلدان أوروبية لتشهد اليونان وحدها نشوب أزيد من 64 حريقا خلال الساعات الأخيرة، فيما تتواصل جهود رجال الإطفاء لإخمادها مسجلة هلاك 18 شخصا واحتراق العديد من المنازل. في غضون ذلك، أمرت السلطات اليونانية بإجلاء العديد من السياح والسكان من المناطق المتضررة إلى مناطق آمنة. بهذا نصل إلى ختام النشرة، السلام عليكم.